يا براني هلا وصلنا على حصرون، وصلنا على الفستيفال. اسمع اسمع تفسر لك، انا ولا مره قفيته، صار لي تقريبا شي 4-5 سنين. فستيفال حلو، زهور، عالم، ناس، وهالسنه عملوه بعد اطول واطول واكبر واكبر. نلتقى بالاصحاب، انت جاهز؟ يلا
جرار سمعاني رئيس بلدية حصرون. نحن هذه النسخة السابعة عن فيستيفال فلور فيستيفال اللي عم يصير بحصرون. نحن عم نراكم نجاحات صرنا أكثر من 7 سنين. بلشنا ب 400 شمسية ب 50 عارض، كان في منهم 4-5 لوكلز، قسمنا اليوم ل 115 عارض في 60 منهم لوكلز. وهذا أهمية هذا الفستيفال، إنه عم نفتح مجالات قدام أهلنا الموجودين بحصرون، إنه ياخذوا يقدروا يبيعوا يعرضوا منتوجاتهم ويبيعوهم، ويقدروا يستقطبوا ناس يعرفوا بالإنتاج اللي هن عم بيعملوه. فيستيفالنا صار كتير مقصود، عم بيقصدوا اللبنانيين من كل المناطق، من الجنوب عم بيجينا، جينا المبارحة 2 بول من النبطية فيهم أكثر من 120 شخص، رحبنا فيهم وقعدوا انبسطوا معنا هون وتسلوا بجونا وشافوا سوقنا الحلو وتراثنا الحلو واستمتعوا بهالروحية اللي نحن عم نخلقها. لأنه أنا دايما بقول إنه حصرون، زيارة حصرون هي إكسبيرينس أكثر ما هي زيارة عادية عم نشوف بنا أو عم نشوف أرميت حلو أو عم نشوف تراث حلو. هي إكسبيرينس منعيشها بكل تفاصيلها، بالمناخ، بلهفة الناس، بملأ الناس، باستقبالهم، بمحبتهم، بكرمهم، بضيافتهم. هذا اللي عم بخلينا سنة عن سنة ننجح أكثر، هذا اللي عم بخلينا سنة عن سنة نستقطب ناس أكثر. حتى العريضين السنة فيك تسألهم هلا بالبرمي عليهم، ساعتهم عم تكون كتير كبيرة بالفستيفال بتنظيمه باللجنة المنظمة بالبلدية أكيد.
مزبوط مزبوط. نحن مجلس الشباب البلدي أطلقنا مبادرة تزيد وردات حصرون وردة، سو رح نكون عم نبيع ورود رح ينزرعوا عنا بحصرون، كل حدا رح يكون عم ياخذ السيرتيفيكت تبعوله، وهدول الورود رح يبقوا من سنة لسنة ورح يكون عم ينعملوا مانتوننس، وأنت فيك ترجع بعد سنتين أو ثلاث سنين ترجع تشوف الوردة يلي أوريدي زرعتها أنت. ضيقتنا حصرون فيها مون كتير، منطلع على الجرد ومننزل على الوادي، ما بنخلي شيء إلا ما منجيبه. أول شيء الزعتر نبرم الدنيا عليه تنجيب زعتر ممتاز جدا جدا، ما بنخلطه شيء. زهورات نبرم عليهم، هذا في 8 أجناس ما فيني أدلك إياهم، بدنا وقت. المربيات تفاح لبن بزيت كبيس مشكل كل شيء عندي، كل شيء عندي ورق العنب. البيت مع مقادير لأنه عوادي نحط هيك على البركة. زعلانين رح نبدل الصحن هلا بالفيزا من المطار عكير على المطار. وينك هالمرة؟ بس انا بحب اعملها وين ما كان. الكاري تبعيت البان كيس صارت هيدي الكاري كيس تبعيته.